ايه في ايه 2 زائد ام ايه ايش ام بي في بي 2. هسه في بي 2 شو تساوي؟ هاي من العلاقة هاي تساوي في ايه 2، اذا هاي تساوي هاي، يعني هاي خليني احط مكانها في ايه 2، باخذ الفي ايه 2 عامل مشترك ام ايه زائد ام بي تساوي. هسه حكينا الاي اول اشي بلشت انيشيلي اترست صفر، وهاي ايش اللي هي في نوت سميناها، اذا ام في بي تساوي في نوت تساوي هذا المقدار. فاذا الفي اي بي الفي اي 2 تساوي الفي بي 2 نفسها، صح؟ هو الجسم خلص هسه هاي السرعه زي كانها زي الطابه كانها وقفت بالنسبه للطابه لحالها with respect to A، وهسه صارت الطابه تمشي بنفس ايش نفس سرعه السياره اللي فوق. فايش بصير عندك؟ هي القانون ام بي على ام اي زائد ام بي في ايش في في نوت. بس هذا هاي نشوف نتأكد من الحل، هاي نفس الحل.